بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. هذا السائل أبو إبراهيم الشيخ يقول: بالنسبة للوقف، هل يجوز نقله من مكان إلى آخر، أي من بلد إلى آخر، إذا تعطلت منافعه، وما هو أجر الوقف المترتب عليه مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قضايا الأوقاف والوصايا يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية، تنظر فيها وفي تصرفات القائمين عليها وفي بيعها واستبدالها، كل هذا من صلاحيات القاضي. أحسن الله إليكم. يقول لأخ مصري مقيم بالرياض: أختي جاءت من مصر مع زوجها إلى أداء فريضة الحج في العام الماضي، وحاضت قبل طواف الإفاضة، وسافرت إلى مصر دون أن تطوف للإفاضة، فماذا يلزمها من الكفارة؟ ما في كفارة، هذا لازم من طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، يلزمها الرجوع إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة. وإن كان حصل عليها جماع في هذه الفترة قبل أداء طواف الإفاضة، إنها تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء مكة مع أداء طواف الإفاضة. لو وكلت الشيخ صالح من يطوف عنها طواف الإفاضة هل يجزي؟ لا، تدخله النيابة، لازم من حضورها. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لتأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، هل يجوز إذا أخرت السعي مع طواف القدوم؟ السعي لا يكون إلا بعد، نعم، إذا كان طاف للقدوم سعى بعده يجوز، إذا كان قارنا أو مفردا، طاف للقدوم ثم قدم السعي بعده أجزى. وأما تأخير طواف الإفاضة يطوفه عند السفر يكفيه عن طواف الوداع، فلا بأس بذلك، لأنه يسبق عليه أنه آخر عهده بالبيت. أخيرا، الفقرة الأخيرة في رسالة الأخ مصري ومقيم بالرياض، يقول: والدتي تريد الحج علما بأنها لم تعتمر في أي مدة مضت، هل يجوز لها الحج قبل العمرة؟ نعم، لا بأس بذلك، تحج وتعتمر، إن شاءت أن تحرم متمتعة بالعمرة إلى الحج، وإن شاءت تحرم قارنة بالعمرة بين العمرة والحج، وإن شاءت تحرم مفردة تؤدي الحج، ثم بعد ذلك تؤدي العمرة. الأخ عبد الله ميم من الرياض يقول: ما حدود الجار الذي له حقوق، وما هي الحقوق على الجار تجاه جاره؟ الله جل وعلا جعل للجار حقا على جاره من جملة الحقوق، الجار ذي القربى والجار الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في رواية: فليكرم جاره. الجار له حق، إن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وإن كان مسلما غير قريب فله حقا: حق الجوار، وحق الإسلام. وإن كان كافرا فله حق الجوار فقط. أحسن الله إليكم. هذا الأخ ميم ميم ألف أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل عن لباس الشهرة الذي نهي عنه، يقول: ما هي مواصفاته، وهل هناك ألوان يحرم أو يكره على الرجال أن يلبسوها؟ لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف عادة أهل البلد، إذا كان أهل البلد على لباس مباح ليس مخالفا للشرع ثم يخالفهم هو ويلبس لباسا غير لباس البلد، رجال البلد، فيكون هذا هو لباس الشهرة. وأما الألوان فللرجل أن يلبس ما شاء، ما يلبس أهل بلده من الألوان، الأبيض أو الأسود أو الأخضر، إلا الأحمر الخالص قد جاء النهي عنه، فلا يلبس الأحمر الخالص. يسأل يا شيخ هذا السائل عن تكبيرة الإحرام، عن كيفيتها، وهل يجب أن تصل اليدين عند التكبير
إلى الأذن أو تلامس الأذنين عند التكبير؟ يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، إما إلى حذاء صدره وإما إلى حذاء أذنيه، ولو لم تلامس يداه الأذنين بل تكون محاذية للأذنين. نسأل فضيلة الشيخ هذا السائل عن الفاتحة، هل يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، حيث إن بعض الأئمة لا يعطون المأموم الوقت الكافي لقراءة الفاتحة في صلاة الفرض ولو تركها المأموم، هل تجزي؟ يحرص المأموم على أن يقرأ الفاتحة بسكتات إمامه، فإذا لم يحصل له قراءتها إنها تسقط عنه وتكفي قراءة الإمام في هذه الحالة. نعم. الشيخ يسأل عن حديث من غسل أو من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، يقول ودنا من الإمام فاستمع ولم يحدث، كان له بكل خطوة عمل سنة لأجر صيام لمدة سنة وقيامها. نعم، الحديث صحيح وفيه فضل عظيم هذه الصفات، الاغتسال يوم الجمعة والتبكير لها والدنو من الإمام والاستماع للخطبة وعدم الكلام والإمام يخطب، فإذا فعل هذه الأشياء وتجنب ما نهي عنه فإنه حري أن يحصل على هذه الأجور العظيمة، والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. نعم. يسأل أيضا عن معنى حديث سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هذا جاء في أحاديث، فهذه الأحداث في آخر الزمان ثابتة، هذه ثابتة من أحاديث وأدلة كثيرة في آخر الزمان من علامات الساعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول بالنسبة لي عند ختم القرآن وعند التلاوة، هل لابد من تطبيق أحكام التجويد وهل التجويد لازم؟ تجويد على قسمين، تجويد بمعنى ضبط القرآن عن اللحن فلا يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخل بالإعراب، هذا واجب، واللحن الثاني اللحن المعنوي وهو عدم تقيد بقواعد التجويد، هذا يعتبر لحنا معنويا، إن حصل إتقان القراءة بالتجويد فهو أحسن وإن لم يحصل فلا مانع، ويكفي أن يضبطه من ناحية الإعرابية، وإذا غير المعنى إذا لحن لحنا يحيل المعنى هذا حرام ولا يجوز، إذا كان في الفاتحة فإنه يبطل الصلاة، إلا إذا كان لا يقدر إلا على هذا فإنه يجوز صلاته لكن يتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو بسام يقول في العام الماضي شيخ أخذت أنا وزوجتي عمرة وعند طوافنا للشوط الخامس أصبنا بتعب وإرهاق أنا وزوجتي، فخرجنا من الحرم ثم ذهبنا لأخذ العلاج وعدنا وبدأنا من حيث انتهينا، هل علينا شيء في ذلك؟ لا، إذا كنتم باقين على طهارتكم، إذا كنتم باقين على طهارتكم وعدتم وأكملتم يكون فات الموالاة، أنتم معذورون، تقول إنكم صفتم بتعب شديد واحتجتم إلى العلاج وأنتم باقون على طهارتكم فلا بأس بذلك. يسأل هذا السائل مصري ومقيم بالرياض عن التوسل، يقول ما هو مفهومه وهل يجوز التوسل بدعاء الصالحين وهل ورد ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل هو التقرب، والوسيلة هي ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه سبحانه، تقرب منه بطاعته، هذه هي الوسيلة. وأما التوسل بالأشخاص فهذا مبتدع ولا أصل له، يتوسل بذواتهم أو بجاههم أو بحقهم فهذا مبتدع ولا يجوز، أما إذا توسل بدعائهم طلب من غيره أن يدعو له هذا توسل مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول قول أقسم بآيات المصحف، ما حكم كثرة الأيمان مثل أيضا والله وتالله؟ الأكثر من الأيمان منهي عنه، ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف، ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كونه يكثر من الأيمان هذا دليل على كذبه وعلى تساهله في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يوقر اليمين، الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانه، قيل معناه إذا حلف فكفروا الله بالكفارة، وقيل احفظوا أيمانكم لا تكثروا من الأيمان إلا عند الحاجة، فلا يكثر من الأيمان ينهى عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا هذا السائل، هل لراتب المعلمة إذا كانت تدخره في البنك
هل عليه زكاة وكيف الطريقة بذلك مأجورين؟ نعم، المال الدراهم إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر تجب فيها الزكاة من المعلمة ومن غيرها. نعم. الأخ السائل الذي أرسل بمجموعة مكتوبة بالكمبيوتر نعرض بعضا من أسئلة في هذه الحلقة والبعض الآخر في الحلقة القادمة، يقول في سؤاله الأول في قصة مريم عليه السلام حينما أمرها الله عز وجل بأن تهز النخلة وهزي إليك بجذع النخلة، أن هذا من باب اتخاذ السبب أم أن مريم عليه السلام نقص توكلها على الله فأمرها الله بأن تهز ولم يسقطه الله لها مباشرة، أم أن هذا القول غير جائز في حقها؟ الله أمرها بهز النخلة وهذا من فعل السبب المباح، وفعل الأسباب المباحة مأمور به ولا ينافي التوكل على الله جل وعلا، يفعل الأسباب النافعة ويتوكل على الله في حصول النتيجة. نعم. يقول الشيخ أيضا الأخ السائل احتجاج الناس بالخلاف عندما تناقشه في موضوع أو في أمر ما من أمور الشريعة الإسلامية وأن فلان من المشائخ قال بالجواز، والحقيقة بأنه لو يقول أخذنا بكل خلاف لما سلمت لنا كثير من أمور ديننا ودنيانا، والسؤال هل يحتج بالخلاف يا شيخ صالح؟ لا يحتج بالخلاف إلا إما جاهل وإما صاحب هوى، خلاف لا يحتج به وإنما يحتج بالدليل من الكتاب والسنة. الخلاف موجود وواقع لكن تعرض الخلافات والأقوال والاجتهادات تعرض على الكتاب والسنة، أما صح بالدليل يقبل أو ترجح بالدليل يقبل، وما خالف الدليل فإنه يترك. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الذي يحسن الاستدلال والترجيح يعرض الأقوال على الدليل، ما ترجح منها يؤخذ به ويفتي به، والذي لا يعرف الدليل والعامي يسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا الأخ السائل عن حكم صلاة ما بعد العصر والفجر، يقول ما حكم الصلاة بعد صلاة العصر والفجر كتحية المسجد وصلاة بعد الوضوء بأنها من ذواتي الأسباب؟ نعم، ذواتي الأسباب اختلف العلماء فيها، هل تفعل في أوقات النهي إذا حصلت أسبابها؟ هذا قول وهو قوي. قول الثاني أنها لا تفعل لعموم النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، عموم النهي ذواتي الأسباب وغيرها. المسألة فيها خلاف، كل قول له دليل قوي. فمن صلى بعد العصر أو بعد الفجر شيئا من ذوات الأسباب فلا ينكر عليه، ومن لم يفعل لا ينكر عليه. نعم. أم ناصر من السودان تقول الشيخ ما هو اللباس الشرعي للمرأة وكيف تلتزم به مأجورين؟ اللباس الشرعي للمرأة هو اللباس الساتر الذي يحجبها عن الأبصار، يعني يكون لباسا ضافيا على جميع بدنها عند الخروج من البيت، وأن يكون واسعا لا يكون ضيقا، وأن يكون ساترا لا يكون شفافا يكون صفيقا يستر ما وراءه، وأن لا يكون قصيرا يظهر شيء من أطرافها عند الخروج، وأن لا يكون فيه زينة تجذب الأنظار عند الخروج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة التي رمزت اسمها بألف ألف تقول امرأة لا تستطيع أن تصل رحمها لظروف خارجة عن إرادتها من زوجها، هل هي آثمة في ذلك لا سيما بأنه لا يوجد لديها أولاد يقومون بإيصالها لهم، وهل حقا بأن صلة الرحم لها مدة محددة حيث سمعت بأن مدتها شهر فما زاد عن الشهر فيعتبر قطيعة؟ صلة الرحم واجبة ولهم حق على قريبهم، ولكن إذا صار هناك عذر في عدم تمكن القريب من صلة قريبه هناك عذر فإنه لا يؤاخذ، إنه لا يؤاخذ نظرا لعذر، كما إذا لم تستطع الذهاب إليهم أو إيصال شيء إليهم العذر يعفيها من الإثم. وليس لصلة الرحم وقت محدد، ليس لها وقت محدد، كل ما أمكن الإنسان أن يصل رحمه أو يتصل به فإنه يجب عليه ذلك. نعم. يستفسر هذا السائل عن الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، الآية على ظاهرها أن العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته أنه يوجب تقوى الله عز وجل والخوف من الله، يوجب رجاء الله توكل عليه، فلا شك أن العلماء أكثر خشية لله لما يعلمون عن الله سبحانه وتعالى، فهم أكثر علما بالله من غيرهم من العوام والجهال، الخشية في حقهم آكد وأوجب، والخشية من أجل أعمال القلوب من أجل أنواع العبادات، وكل ما زادت معرفة الإنسان بربه ازدادت خشيته
لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أيضا في فقرة أخيرة في سؤاله عن هذا: كيف يحقق المسلم الصدق والإخلاص في عبادته وأعماله؟ يحقق ذلك بالنية، نية الصادقة، يعني يخلص نيته لله، لا يريد رياء ولا سمعة في عباداته، وإنما يريد بها وجه الله عز وجل. ويحقق ذلك أيضا بالعلم، يتعلم أمور دينه حتى يعرف المشروع من غير المشروع، ويعرف ما يصحح العمل وما يفسده وينقصه. لابد من العلم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ خالد له مجموعة من الأسئلة، نبدأها بهذا السؤال. يقول: إذا المسلم فاتته صلاة الفجر في موعدها وقام لأدائها عند 7 مثلا، فهل يصلي ركعتي الفرض والسنة أم يكتفي بركعتي الفرض؟ أولا، المسلم يجب عليه أن يعتني بالقيام لصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، هذا فرض عليه، ولا يتساهل فيه، ويعمل الأسباب التي تعينه على القيام وحضور الجماعة، لأن هذا فرض عليه. لكن لو أنه بعض الأحيان أصابه النوم ولم يستيقظ، فإنه معذور. إذا قام يصلي في الحال، لا يؤخر الصلاة، بل يصلي في الحال، يتوضأ ويصلي في الحال، لكن يأتي براتبة الفجر قبلها، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته هو وأصحابه صلاة الفجر في بعض الأسفار، ما أراد أن يصلي أدى صلاة الراتبة قبلها. نعم. هل قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد كل صلاة، صلاتي الفجر والمغرب 3 تحمي بإذن الله من العين والسحر؟ هي من الورد النافع والحصن الذي يتحصن به المسلم من العين ومن الأشرار ومن المكاره، هذا حصن حصين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لفضل السنن الرواتب وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، هل المقصود المداومة على ذلك طول العمر، أم أنه يبنى له كل يوم صلى فيه 12 ركعة؟ نعم، يداوم عليها إلا في حالة السفر، إذا قصر الصلاة فإنه لا يصلي الراتبة إلا الفجر، يصلي راتبتها لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. أما إذا لم يكن مسافرا فإنه يداوم على الرواتب مع الفرائض قبلها أو بعدها فلا يتركها. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخ خالد محمود، يقول: في وقتنا الحاضر كثرت الأمراض النفسية، فما أسباب هذه الأمراض التي كثرت في وقتنا الحاضر وقد كنا لا نسمع بها في السابق؟ الله أعلم، هذه يسأل عنها الأطباء النفسانيين، يسألون عن أسباب هذه الأمراض. ربما تكون عقوبات من الله سبحانه وتعالى، وربما يكون أيضا سببها السهر، لأن السهر كثر في هذا الزمان قد يصابون، وربما يكون سببها أيضا متابعة الأخبار والفضائل والمشوشات التي يتأثر بها الإنسان. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر.